أجمل حكاية. أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. المواجهة الكبيرة في هذه الأوقات بين مصر ضد المغرب. طابت أوقاتكم، معكم رؤوف خليفة التعليق على مباراة اليوم. ينجح الفريق في التقدم في بداية الشوط الأول من المباراة. يلعبها طولية، يلعبها بينية أرضية، ستذهب الكرة إليه. الرمية التماس، يحاول تمريرها عبر الدفاع، يمنع الخطورة ويقطع الكرة.
تشتيتها وإبعادها. قطع مسافة طويلة بالكرة. محمد صلاح. اندفع إلى هناك. استخلاص جيد وسليم مكنه من منع الخطورة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. المغرب يسجل في بداية المباراة بطريقة رائعة. المغرب يفتتح التسجيل. ويوسع العرضية ولكنها ضايعة. يتحرك بمفرده. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. يقوم بتصويب الكرة بقوة. محمد صلاح. العربي. محمد صلاح. يتواصل اللعب برمي التماس. أعتقد أنها مخالفة. يرفع يده للاعبين طالبا السماح. فنية كانت أفضل مما كان، لكن لابد من الإتقان في قادم الأحيان. يحاول أن يلعبها بينية. مرت الكرة. يوزع على القائم الثاني. التوزيعة مش معقولة ولا مقبولة. تدوير الكرات في المنتصف دون استغلالها للتقدم إلى الأمام وخلق الفرص. قد تكون هذه فرصته. كرة ممتازة يستلمها اللاعب. المغرب هو صاحب قراره، إما يسجل هدف ثاني ويؤمن مشواره أو يحاول امتصاص حماس اللاعبين بعد استراحة الشوطين. وفي رأي مشاهدينا الكرام أن المنافس سيكون خطير لو تراجع الفريق إلى الوراء في محاولة للاكتفاء بهذه النتيجة. يحصل عليها ديرار. توزيع ناحية اليمين. يا له من تحرك مظل. نعرف جميعا قدرته على المرور من الخصوم. كرة على الجانب. بن عطية. يسيطر عليها. ديرار. تعود مرة ثانية. وهو موجود في المكان المناسب لإبعاد الكرة. فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. يلعبوها للأمام. وتخرج الكرة إلى رمي التماس.
على التحركات عند مقعد البدلاء. أظن أنهم سيجرون تبديلا. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. جميل وفي وقت مثالي. كرة على الأطراف. هذه الكرة إلى الشباك. أضاع الكرة لكنها كانت قريبة جدا. Yeah.
العربي يوزع كرة على الأطراف. محمد صلاح يصفر الحكم، أعتقد أنه يحتسب المخالفة. اللاعب يستحوذ على الكرة وينطلق إلى الأمام، يحاول فك دفاعات المنافس، ضغط قوي وينجح في استعادتها. دقائق بل ثواني هي المتبقية من عمر المباراة ويتحقق لهم الفوز. صلاح نلعب الآن في الوقت بدل الضايع، كرة على الرواق، تمريرة مقطوعة، بن عطية يلعب كرة إلى الأمام عند وسط الملعب، والآن الكرة ملعوبة للأمام ويلعب العرضية، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة النهاية. يمكننا اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. أحيانا تكون